مرحبا بكم شباب، كيف الحال؟ معكم أنس أو شيخ العرب، والفيديو اليوم راح نحكي عن السايلنس سبيكتر. طبعا السايلنس سبيكتر اللي هو سلاح من حدث الميليتري سيت، من مجموعة أسلحة الميليتري سيت، واللي معانا في القناة بيعرف انه احنا بنعمل أسلحة الميليتري سيت كلهن مرفيو، ولأنهن كلهن صراحة رهيبات. كيف ممكن تحصل على سلاح؟ ممكن تحصل على سلاح انك تلعب في الماب، يعني لو رحنا على توان بيكس مثلا تلعب بالماب بتاخذ من هنا تيكت، او تروح على الايتم شوب على اللوت تفتح لمات ميليتري سيت. فبنصحكم هذول اللمات افتحوا في اكبر قدر ممكن من اللمات، لانهن جدا 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 اسلحتهن قويات. وحاليا احنا عملنا مراجعات لاسلحه قويه كثير في الميليتري سيت، اذا ما شفتوا الفيديوهات تقدر تشيكوا عليهن، روابط الفيديو بتلاقون تحت في وصف الفيديو. خلينا نحكي عن السايلنس سبيكتر. صراحه السايلنس سبيكتر هو جاي سايلنس من اسمه سايلنس، وبنعرف كلنا احنا اسلحه السايلنس في طور الزومبي كله بيجي الكريتيكال هيت شانس ازيد بعشرة. شو يعني هاي انس ازيد بعشرة؟ يعني انت بتحصل على ضرب حرجي اكثر، عدد اكثر في 10% فعليا. فعشان هيك بيعتبرن جدا قويات، يعني مثله مثل الريث. ليش الريث سبك الجريف ديجر؟ يعني بشحطة شوية، لانه هو جاي سايلنس والكريتيكال ريتنج فيه اعلى بعشرة. تمام، حاليا البركات، خلينا نحكي عن البركات. نروحنا على الابجريد موديفاي بيرك، فانا بني على اساس الضرب الحرجي كريتيكال دامج هون. وبالمجازين سايد انت، هو مجازين سايد يعني مع المجازين سايد بيجي 52 طلقه، انت ممكن تروح تحطه في الريلود سبيد اذا بدك ريلود سبيد، ولكن ما بحبذ ان يكون ريلود سبيد، لان اصلا ريلود سبيد في ثانيتين يعني سريع نوعا ما، فهمتوا علي؟ فبنصحكم تروحوا مع المجازين سايد جدا رائعه. الالمنتال مخير انت شو بدكم اياه، الصح انه يكون عندك اسلحه قويه من كل اليمنتال. يعني الريث انا عملته فاير، السايلنس فيكتر عملته ووتر، البوب كات عملته نيتشر، وهكذا. يعني انا وعدت بين الاسلحه عشان لما يجي زومبي اغير السلاح واغير، يعني ما ظنيش العب في الريث. اوكي الريث قوي فاير، لما اشوف نيتشر بستخدم الريث، لما اشوف مثلا ووتر من دمج الووتر على الفاير بيكون 100% فبستخدم السايلنس فيكتر لانه سلاح قوي. فانا غيرت الاسلحه وزدت المتعه في اللعبه فعليا. هاي هي المبنيه عليها طور الزومبي. فالاليمنتال انتم مخيرين باي اليمنتال تروحوا. الكريتيكال ريتنج لاني حاطط الكريتيكال دمج فاجعلنا كريتيكال ريتنج هون. طبعا لاحظ هون الكريتيكال ريتنج 48، فجدا جدا بتكون عالي القيمة. ولكن لو نشوف احنا مثلا في الاسلحة العادية، اللي لو نرجع هون نشوف مثلا سلاح البوب كات الكريتيكال ريتنج فيها كم؟ 38%، ولكن في السايلنس سبيكتر كم؟ 48%. ليش؟ لان السايلنس سبيكتر هو جاي كاتم صوت. اوكي، فهاي كنت احكي لكم عنها. طبعا اخر بيرك في نظام بيركات السايلنس سبيكتر، خصيصا في اخر بيرك ما بتقدر تحط الا هذول البيركات. تمام، فعشان هيك اذا جاكم سلاح نسخه ذهبيه ما في كوز افليكشن او ما في سلوت اند سنار، فحاولوا انكم تجيبوا سلاح نسخه ذهبيه يكون فيه افليكشن او سلود اند سنار. تمام، ليش؟ لانه انت هون لما تصير عندك افليكشن هو تجريح للزومبي، اللي ما بيعرف شو افليكشن هو بيعمل بجرح الزومبي. لما تخطلقه بضله زي الطلقه زي كانه بتنقسم لشظايا وبتضلها تاكل في الزومبي، بتضلها تدمج فيه لمده 6 ثواني، في مقدار دمج قليل هو نوعا ما، ولكن عشان اعززه لانه هو قليل كثير الدمج بحط دمج افليكتد تارجت. تمام، هاي بتزيد عن الدمج حوالي 15%. تمام، فهاي هي جدا رهيبه. فانا بطلق اول طلقه بصير افليكشن على الزومبي، خلال 6 ثواني ببقى كاتله هذا الزومبي وزايد الدمج عليه 45% زياده. اعتقد هيك وضحت دمج افليكتد تارجت. خلينا بس نعمل كاتم للبليفون. فرهيب صراحه الدمج افليكتد تارجت. انا حاليا اللي كنت احكي لكم عنه عندي هون حال نسخه ثانيه ذهبيه، فنشوفها بش مطورها، ولكن نحن نحاول نطولها اللي هي وينك هي هون. فلو تلاحظوا هون الباسف بيرك اللي هو البيرك الثابت بيكون اللي هو هيتشوت، لما اضرب هيتشوت بعمل لي اليمينيشن، بعمل لي هيتشوت اليمينيشن، بعمل لي انفجار في بدمج الزومبي 30% لمسافه نص طايل. فهاي هي، فعشان هذا البيرك ما قدرت احط هنا اشي يساعده، فانا اوكي بدي احط بس تمست مونستر اند بوسيد اذا كان هذا البيرك، بس الباسيف بيرك بسموه البيرك الثابت اللي بيجي بس مع النسخه الذهبيه. فعشان هيك انا استنيت شوي، وهي عشان هيك تاخرت المراجعه، استنيت شوي لما طلع لي سلاح بعمل افليكشن. اوكي تقريبا يعني هيك السلاح جدا رائع، بركاته اكثر بركات ممكن تكون فعاله عليه. الارقام اللي معطينا اياها، معطينا دمج 5000 بادي شوت، هيت شوت دمج معطينا الدبل تقريبا 9300، كريتيكال هيت شانس تعتبر ميزه كثير في 38%، كريتيكال هيت دمج تقريبا 210 قليله نوعا ما، نعم مش عالي كثير.
الفاير ريد سريع جدا السلاح، يعني 12.74 قيمة مش قليلة بالمرة، يعني اشي رائع صراحة في الفاير ريد. المجازين سايت كمان يحسب للسبايلنس بيكتر 52 طلقة. كمان الرينج هو اس ام جي وطلقه بيجي طلق صغير لايت بوليت، وعشان هيك الرينج بيجي تبعه قليل نوعا ما، فعشان هيك لازم انت تكون قريب على الزومبي عشان تقدر تقتله او تاخذ عليه دمج عالي. صح، ديربلتي 300 لانه صمبيم، طبعا انا مطور سلاح صمبيم، ما بنصحكم تروحوا برايت كور لانه البرايت كور بيزيد عندك بس الفاير ريت، وفاير ريت اصلا فيه سريع، فبنصحكم دائما بخاصة بهذا السلاح تروحوا صمبيم. الريلود تايم ثانيتين جدا رائع، ثانيتين جدا سريع. الاموكوست كل ما اطلق طلقه بخصم طلقه واحده من المجازين سايد. والامباكت فيه 349 صراحه مش عالي كثير، ولكن لانه هو قلنا لكم هو اس ام جي فا اوكي القيم نوعا ما جيد للاس ام جي. تمام، عشان تعرفوا مدى عظمه السلاح خلينا نقارنه مع البوبكات، هو اقرب سلاح له صراحه من نوع الاس ام جي وهذاك اس ام جي، فاحنا نقارن هنا موجود سايلنس بيكتر وهنا البوبكات. في الدمج الدمج تفوق عليه في البوبكات في تقريبا 1000 زياده، وان هون كمان هيتشوت دمج تقريبا 1000، ولكن في الكريتيكال هيت شانس لانه سايلنس بيكتر بزيد 10 فطلع هون 48 وهون 38 في البوبكات، فتحسب بصراحة للسايلنس بيكتر. عندنا كريتيكال هيت دمج هون اللي صار فرق كبير في الدمج، ان انا بركات البوبكات بقدر احط ثنتين كريت دمج، فلو تلاحظوا هنا لو نعمل بس باك نشوفوا بركات البوبكات بقدر احط ثنتين كريت دمج. تمام، كريت دمج وعندي كوست افليكشن تارجت، فهي انحسبت للبوبكات. هذا النظام البركات اللي بحكي لكم عنه، لما اقدر ابني نظام بركات مثل هيك ما احط مجازين سايد واحط بركات زي هيك، فهذا لحاله نظام البركات خلى الببكات يتغلب على السايلنس سبيكتر. تمام، فعشان هيك يحسب للببكات في الكريتيكال اللي هون صار الببكات هون سايلنس سبيكتر، فعشان هيك يحسب للببكات الكريتيكال دمج جدا عالي وجدا رائع. الفاير ريت طبعا في السايلنس سبيكتر اسرع، ولكن اذا زادت فاير ريت مدى التشتت بيزيد، ان انا ما بقدر اجيب الزومبي هيت شوت بشكل جيد مع كان فاير ريت بشكل اعلى. هاي النسبه والتناسب موجوده بين الفاير ريت والايمينج او الثبات السلاح، اوكي، اللي هي ستابيليتي. المجازين سايد تحسب للساينس فيكتر بفرق طلقتين زياده، ولكن مش الاهم انه الساينس فيكتر ريلود في سبيد فيه صراحه اسرع في ثانيه وثلاث اجزاء من الثانيه، يعني عندنا بالببكه 3.3 ثانيه والساينس فيكتر عندنا ثانيتين، فصراحه نعم مع الريلود سبيد مزعج شوي الامر مع الببكات، هو مزعج لانه الريلود سبيد جدا بطيء في الببكات، ولكن مع هيك بتفوق الببكات عليه. ولكن سايلنس سبيكتر لا يمنع انه سايلنس سبيكتر سلاح جدا رائع وجدا فخم. فهيك تقريبا شفنا السلاح، خلينا ننتقل لجيم بلاي خفيف يكون نوع الزومبي نيج وفاير عشان يكون دمج 100%، ونحكي شوي عن السلاح وخصائص السلاح وميزات السلاح. شوكم داخل الجيم بلاي. اوكي، رجعنا لكم من داخل الماب. طبعا الهيرو لود اوت الفايت فيه معروف، الهيرو لود اوت تبع الاسلحه بيكون تاكتيكال اسلت ستيج هامر في البركات تبعون هي هون مشروحات، والسبورت تيم بيبقى هون. طبعا التيم بيرك هي هون بقول لك انكي دمج تقريبا 32.5% للزومبي اللي دمه كامل 100%، فبيزيد دمج عليه مقدار 32.5%، 6.5 ضرب 5 تقريبا 32.5. ففايت انا في هيرو لود اوت هاب، طبعا شرحنا هذا الهيرو لود اوت جدا رائع، ممكن تروحوا تشيكوا عليه، موجود كمان في وصف الفيديو، موجود رابط الفيديو افضل الهيرو لود اوت للاسلحه بشكل عام. طبعا انا حاليا فايت ليفل 100 الماب، فهي السلاح شايفينه وهي الصوت تبعه، فلاحظوا تشتت في الاسلحه، فلو نضرب هون تقريبا لاحظوا تشتت، واضح تشتت، بينما البوب كات لو تلاحظوا على البوب كات الثبات اللي فيه شايف كيف افضل من السايلنس سبيكتر، لانه السايلنس سبيكتر فيه كله تقريبا بتشتت بشكل يعني اكبر من الببكات. الريلود سبيد هيك تمام، يعني الريلود سبيد جدا واضح، فهي عندنا هون تقريبا زومبي صغير، فشايفين كيف على السريع بتفجر الزومبي، طبعا بتفجر بدمج لانه الماب بتفجر فيها بدمج، فانا احاول اقتلهم ابعد عنهم. شو بعيون، اوكي راح بعيون، فهي هي فخامه السلاح. طبعا انا حاطه نيتشر فدع الفاير بكون دمجه 100%، فنشوف الزومبي صغير على السريع ما بتفجر، لان الزومبي من خصائص الماب انه لما يموت بنتفجر كومبلي، فعشان هيك اوكي كتلناه. شايفين كيف مدانا، ونشوف من هون الام في صح في تشتت، ولكن سهل نوعا ما، يعني مش هالاي تشتت اللي كثير ما بتقدر تسيطر على السلاح، لا تشتت مقبول. اوكي، فانا حاليا هون تقريبا شفت بعيون او راح سمطوا الشباب ولا بعيون، فندور على سماشر وندور على تيكر ونشوف كيف راح يكون اداؤه. طبعا اذا كان فيزيكال ما راح تكون مشكله كبيره، واذا كان فاير هكو سماشر سبحان الله، فنحاول نطلع له. هي سماشر هون حظنا منيح مع سماشرات،
كفو، فأنا بدي أحاول أطلع هيك. أوكي أوكي، عندنا 61 طلقة. ليش 61 طلقة مش 52 طلقة؟ لأنه كمان بالهيرو لوداون فايت بالهيرو بسبورت تيم، في هيرو بيزيد المجازين سايد 30%. تمام، فا أوكي نكون بنحاول كل نبدي شوت، وعندنا 61 طلقة نشوف. اوكي 61 طلقة تقريبا، يعني 51 طلقة 52 طلقة، ولكن في طلقات ضاع نوعا ما. فبس شفت السرعة، اللي السرعة اللي بتفرق، يعني هيك نعمل ريلو سبيد على السريع. فسرعة الليمينيت فيه جدا رائعة. اوكي احنا بنعرف انه الاسلحة تكون قوية، ولكن الليمينيت فيه بيكون وقت الليمينيت فيه بيكون جدا بيكون بطيء، يعني سلاح ماشي قوي ولكن فاير ريت فيه قليل، فملاكي مشكلة لما نعمل احنا نقتل سماشر. على الرغم انه سلاح قوي من كل ماله سلاح قوي، ولكن وقت بيكون جدا بطيء في قتل السماشر. فاحنا حاليا نطلع لهذا السماشر اللي هون ونحاول نصيده. اوكي بدي شوت 61 طلقة، مات السماشر من 25 طلقة اعتقد هذا كل كان فيه. فعندنا تقريبا خليني اشوف اوكي عندنا تقريبا 61، عندنا 24 34 44 54 تقريبا، يعني بحدود 36 طلقة. فجدا 31 طلقة شيء زي هيك، فجدا رائع السلاح. شوفها بثلاجة مع الهيد شوت جدا راح سريع. طبعا هذا اللي هي التشيست، اللي ما بيعرف هذا الشيست اسمه سوبر كا ستاج. فهذا لما تفتح بتعطي كل اللي معك في الماب جوائز، بعطي جوائز رائعة. فهي المنطقة لما تيجي انت تشوفوها في الماب فدائما شيكوا عليها، بتعطي جدا جوائز. هون شايفين في كثير شغلات. تمام خلينا نطلع هون، هاي خرشيست هون، وهون دائما المنطقة العالية لما تفوت على الماب تشوفوا مابات منطقة عالية، فيروحوا يشيكوا عليها، بتعطي جدا الريورد او موارد تصنيع بشكل بالهبل يعني. فا اوكي حاليا احنا شفنا جربنا على سماشرين، واحد منهم فيزيكال، وشفنا اداء السلاح كيف قوي. فنروح نشوف الانكيبمنت، شوف كيف الانكيبمنت راح راح نقتل الزومبي او راح يقتلنا، ولكن راح يكون الامر شوي صعب لانه بتفجر الزومبي، فنحاول نكون بعيد شوي. هاي انكيبمنت صغيره اوكي تمام. فهي سرعه الرولود اللي حلو فيها لما تكون سريعه، بسرعه بكحش وبسرعه بعتمد على السلاح، ما بموت كثير لما يكون معي سلاح سرعة ريلود فيه عالي كثير، يعني سريع عمل ريلود. اوكي لو نلاحظ مثلا ببكات شوف ريلود فيه، شوف مبطل. فهمت هاي هي القصد، لما اقول لكم بالريلود سبيد يكون سريع بيكون افضلنا. تمام فهيك تقريبا يعني نهينا الانكيبمنت. اداء جدا رائع سايلنت سبيكتر. هون انكيبمنت بشكل اكبر فنشوفه. اوكي هلا الانكيبمنت فيها راح يطلع بعيون. اوكي ابو عيون على السريع راح ابو عيون، الحمد لله نزلنا، احلى نزل بحياتي بنزلها هي يا عيال، انقذتني. نحط طيارات نشوف ابو عيون هون، باي باي ابو عيون مع السلامه. ابو النحل عشان ما يضربش علينا نحل. اوكي انا ميت، لا مش ميت، لا جيد يو كان دو ات انس كمان على السريع فيشون، باي باي لندن. يعني الموضوع مع السايلنس فيكتور صراحه جدا رائع، بس المشكلة فيه شوية تشتت بيكون عالي أعلى من البوبكات. المشكلة الثانية فيه اللي هو مداه، يعني أوكي لأن وقف أنا أشوفه بتجرى نحاول نقتله من هون. شايفين صار الموضوع صار أعلى، يعني شايفين صار المنطقة إنه أوكي هون صرنا أقرب، طلع كيف صار شكل أسرع لما نصير أقرب على الزومبي. فأنا هون شوية زومبي قراب علينا على سريع بنرشهم، والسلاح في مجازين سايد، عشان هيك بقول لكم روحوا المجازين سايد، يعني بتعتمد عليه في خلال اللعب، ما بقدرك تعمل ريلود سبيد شيء كثير. ولكن هون شلنا شوية زومبي خلينا نقتلهم. اوكي نزلت اوكي تمام. فنيجي هون نشوف ابو عيون، وين ابو عيون؟ في كان ابو عيون ولا انا غلطان ليش؟ اوكي هاي العجوز الشمطاء. اوكي تمام الوضع، هاي ابو عيون نشوف نجيب هيد شوتات فيه نشوف وضعه. والله يا انس عليك ايم ليش اقولها. اوكي تقريبا يعني هيك سلاح جدا رائع، ولكن هي الميز كان سيئتين فيه بس. بينه وبين السايلنس فيكتور، بينه وبين السايلنس فيكتور والبوب كات، البوب كات صراحه بتغلب عليه.
البوب كات بتغلب عليه بمسألة الدمج مع الكريتيكال دمج ثنتين. فهي هو رأيي، ولكن سلاح اثنين قويات اثنين، اذا انت عندك موارد وعندك يهن اثنين فبيكون الامر جدا رائع. اذا بتطور مثلا سايلنس سبيكتر ووتر للفاير انمي او الفاير هاسك، وتطور انت البوب كات للنيتشر مثلا للووتر هاسك، فبكون جدا تشكيلي رائع عندك. واثنين صراحة قويات ورائعات، ولكن اللي عندي بيستفسر او بيسأل هو انا اقوى هو ولا البوب كات؟ لا البوب كات اقوى. وتقريبا هيك شرحنا كل شيء عن السلاح، وهيك تقريبا وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى اذا عجبكم الفيديو واستفدتم من المراجعة تقيموا المقطع، تضغط زر اللايك، واذا جداد على القناة بنتشرف فيكم تشتركوا معنا. وهيك والسلام عليكم ورحمة الله، في امان الله.